بلدة معربة 6/7/2012 والمصلين أبو إلا أن يقيموا صلاة الجمعة رغم القصف العنيف بمدافع الهاون على بلدة معربة. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد أن يطفئ نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. بلدة معربة 6/7/2012 رغم القصف العنيف بمدافع الهاون من قبل كتائب الأسد المجرمة. لبيك يا الله لبيك بلدة معربة 6/7 رغم القصف العنيف من قبل كتائب الأسد المجرمة بمدافع الهاون أبى المصلون في بلدة معربة إلا أن يؤدوا صلاة الجمعة. والله أكبر. نركع لنصيري كافر، إنما نركع لله سبحانه وتعالى، فاليد هو وحلفه إلى خامنئي وخميني، فإنا لا نركع إلا لله تبارك وتعالى. وليصل ذلك إلى هذا الوقت الكافر القابع في دمشق. قولوا معي يا شباب.